أهلا وسهلا بكم لنتابع سلسلة دروس بيئة المكتب KDE. في هذا الدرس سنحاول استرجاع ما رأيناه بإيجاز في الدروس السابقة ونضيف إليه أشياء أخرى خاصة بتثبيت وتشخيص الأيقونات وسمات النوافذ لنصل في النهاية لنتيجة تكون بمثابة دليل شامل لجماليات KDE. بتطبيق سنحاول الانطلاق من الشكل الأبسط الذي يمكن أن تأتي بهذه الواجهة واجهة KDE لنصل في النهاية لسمة على هذا الشكل كما تلاحظون في هذه الصور. هذا هو التطبيق النهائي الذي سنحاول الوصول له. أول ما سنقوم به هو جر اللوحة أعلى. هذه الأشياء رأيناها في دروس سابقة، أنصح بالرجوع لها دروس التجربة إما في إذن الدروس كما قلت ستجدونها إما في المجمع أو على قناة المجمع الإعلامية، يمكنكم أن تشاهدوها من أينما شئتم. سأضع روابط لها بالتأكيد في وصف الفيديو على اليوتيوب، وستجدونها في نفس الفئة على المجمع. إذن هذا هو التحذير الأول أو النصيحة الأولى. الآن ماذا سنقوم؟ سنقوم بتشخيص اللوحة، رغم أننا رأينا كيفية تشخيصها في الدروس السابقة بالضبط الدرس السابق من بيئة أو سلسلة دروس بيئة المكتب KDE، لكن الآن سنضيف لكيفية تشخيص اللوحة شيء آخر وهو التشخيص اليدوي. قلنا أننا ندخل إلى إعدادات النظام، مظهر مساحة العمل، وهنا مظهر أو سمة سطح المكتب. يمكننا عن طريق الضغط على Get New Themes الحصول على سمات جديدة، ورأينا كيفية إضافتها واختيارها. لكن ما سنرى الآن هو ماذا لو أردنا تحميل سمات جديدة خاصة بسطح المكتب يدويا من الإنترنت، كيف سنقوم بإضافتها. لنرى بالتطبيق، سنعمل على سمة تسمى بجوجل بلس كما تلاحظون، نفس السمة التي نريد أن نصل لها في النهاية تقريبا، حتى الأيقونات اعتمدتها من هذا من هذه الصورة. ليس هناك شرح لكيفية التعامل معها هنا، لكن ببعض الاجتهاد وصلنا إلى النتيجة. نكمل داون فايل، نقوم بتحميل هذه السمة. بعدما نحملها ستكون على شكل ملف مضغوط، نقوم بفك الضغط عنه ونرى حتى يفتح الآن مجلد أو التحميلات. ننتقل إلى مجلد التحميلات، وهذا الملف سيكون على هذا الشكل. تقوم بفك الضغط عنه فينتج لك هذا الملف. تقوم بنسخ هذين الملفين كنترول سي، تقوم بنسخهما كنترول سي أو ضغط يمين نسخ، وتعود لمجلد المنزل. تقوم بإظهار الملفات المخفية من كنترول أو عن طريق الضغط على Alt زائد نقطة، وهنا تنتقل إلى مجلد KDE4. أين أنت؟ KDE4 هذا المجلد. في بعض التوزيعات تنتقل إلى مجلد KDE في حال لم تجد هذا المجلد. يمكنك اتباع المسار الذي سأتبعه الآن. في حال لم تجده في KDE4 فحاول أن ترى في KDE نقطة KDE، ربما ستجده. إذن KDE.KDE4 نقطة KDE4 Share Apps Desktop Theme، وتقوم بنسخ أو بلصق المجلد الذي قمت بنسخه هنا على هذا الشكل جوجل بلس. وحين تقوم بغلق إعدادات النظام وإعادة فتحها ستجد أن جوجل بلس قد أضيف لأسمة، تضغط على تطبق فتصبح النافذة لها سمة جوجل بلس كما تلاحظون الآن. لا هذه الألوان ألوان جميلة على ما أعتقد، حتى حين تقوم بإظهار المصغرات تأخذ تلك الألوان كما تلاحظون الآن. ليس الآن كما تلاحظون، فهذه الألوان خاصة بالسمة الخاصة بسطح المكتب. نعود إلى سمة سطح المكتب. الآن سنهتم بزخارف النوافذ. زخارف النوافذ هو هذا الجزء العلوي للنوافذ. الآن سنقوم بتغييره بنفس الطريقة، إما تقوم باختيار أحد السمات أو الزخارف الموجودة افتراضيا، أو تدخل على أحصل على زخرفة جديدة لتفتح لك تقريبا نفس النافذة التي رأينا في سمة سطح المكتب في درس سابق. نفس الخيارات، الترتيب على حسب التاريخ، التقييم، وعدد التحميلات. أو هنا يمكنك البحث، سأقوم بالبحث عن سمة تسمى بإلمنتري أو سمات تسمى بإلمنتري. تضغط على زر التثبيت، أنا قمت بتثبيتها مسبقا فتنضاف إلى هذه القائمة. يمكنك البحث عن سمات أخرى أو تصفح السمات الموجودة
من الخيارات أو خيارات الترتيب المتوفرة. الآن سأقوم باختيار السلمة التي ثبت، هي سلمة Elementary. أضغط على طبق، فألاحظ هنا الآلة أن النافذة ستأخذ تلك السمة. هذا كل ما كان بالنسبة لزخارف النوافذ. بالنسبة لسمة المؤشر، فيمكنك من هنا اختيار أحد السمات المتوفرة أو الحصول على سمة جديدة تلقائية من الإنترنت. بالنسبة لشاشة البداية، فهي ما يظهر أثناء بدء تشغيل النظام. يمكنك أن تختار أحدها، يمكنك أن تحصل على سمات جديدة بنفس الطريق. سأقوم بالخروج من هنا، سأضغط على أهمل لأني لا أريد أن أغير تلك الإعدادات. ما سنقوم به الآن هو التوجه إلى مظهر التطبيقات، لأننا سنتحكم الآن في الأسلوب، الألوان، الأيقونات، وما يخص النوافذ بشكل عام. بالنسبة للأسلوب، فتجد هنا أسلوب الوجهة، وهو ما يتحكم في هذه الأجزاء من النوافذ: العنوان، الألسنة، الخيارات، شريط التقدم، والخيارات الموجودة في اللوائح، فجميعها يتحكم فيها هذا الأسلوب. لو غيرنا لنلاحظ الفرق، مثلا سأختار بلاستيك، تلاحظون هنا الفرق. لو قمت بالتطبيق في النافذة عموما سنلاحظ الفرق الآن. ما سنعتمده الآن هو أسلوب يسمى بكيوتي كارف، لكن يجب أن تقوم بتثبيت هذه الحزمة أولا عن طريق مدير الملف، مدير التطبيقات الخاص بالتوزيع التي تستعمل، أو عن طريق الطرفية في حال كنت تستخدم توزيع ديبيانية، تستخدم الآن بسرعة install Qt Curve، أو في توزيع أخرى ربما تستعمل الأمر المناسب في الطرفية على حسب البرنامج المعتمد لتثبيت البرامج، أو كما قلت أسهل حل هو تثبيتها من مدير التطبيقات الحزمة اسمها Qt Curve. سأضع أيضا رابط أو أمر التثبيت بالنسبة لبعض التوزيعات في الدرس الكتابي الذي سيرافق هذا الفيديو. بعدما تقوم بتثبيتها، يجب أن تقوم بغلق وإعادة فتح إعدادات النظام. لتجد هنا Qt Curve قد أضيفت، لكن هي بدئيا لا يكون فيها أي شيء. يجب عليك أن تقوم بضبطها عن طريق الضغط على إثبت، وهنا ستظهر لنا النافذة. يمكن أن نتحكم فيها كما تلاحظون، يمكن أن نتحكم فيها في العديد من الخيارات الخاصة بنوع هذه السمات. ما سأقوم به الآن هو أني سأعتمد سمة قمت بتحميلها من الإنترنت، أيضا سمة تسمى بجوجل بلس، ليكون المظهر العام للتوزيع في النهاية منسجم. هذه السمة أيضا سأضع رابط لها، تضغط على زر داونلود فتكون على الشكل التالي في مجلد التحميلات. داونلود يكون شكل أو يكون مجلد مضغوط، تقوم بفك الضغط عنه فينتج لك هذا المجلد في هذه الملفات. ما ستقوم به هو أنك في إعدادة النظام تضغط على إثبات، وهنا تضغط في النافذة التي ستفتح، تضغط على Import، وتنتقل للمجلد الذي قمت بتحميل الملف إليه. هنا ستجد هذا المجلد بامتداد Qt Curve، تقوم باختياره والضغط على موافق نهاية ليتم إضافة السمة. أنا كنت قمت بإضافتها مسبقا، لهذا لا يتم أو أعطاني تلك الرسالة، رسالة الخطأ. بعدما تقوم باختيارها نضغط على طبق، ونلاحظ الآن أنه سيتم تغيير مثلا هذه الأجزاء. كما تلاحظ الآن تم تغيير شكل النوافذ بشكل كامل. بالنسبة للألوان، فلديك أيضا عدة خيارات. ابتدائيا توجد على حسب التوزيعات، يمكنك أن تختار ما بها. الألوان هي التي تتحكم في هذه الألوان الخاصة بالتوزيع بالنوافذ. يمكنك أيضا الانتقال إلى الألوان وتشخيص الألوان يدويا، مثلا هنا عرض الخلفية هو الجزء، فيمكنك أن تضغط على اللون وتختار أحد الألوان التي تريد يدويا، أو تضغط على هنا على هذه الأيقونة وتختار الألوان من مكان ما، تضغط على طبق فتلاحظ أن هذا الجزء أصبح أيضا بذاك اللون الذي اخترت. أيضا سنقوم هنا باختيار أحد الألوان أو تثبيت أحد الألوان تلقائيا. يمكن البحث على Elementary، سنعتمد على Elementary.
فهنا ستجد عدة خيارات Elementary OS X, Elementary Luna هذا هو الذي سأعتمد. فتقوم أيضا بالضغط على تثبيت تثبيت أو وستنضاف إلى هذه القائمة. سنختار Elementary Luna, تابع وطبق, ونلاحظ أن مخطط الألوان تم تغيير. في حال قمت بتغيير الألوان يدويا لأحد المخططات فهو يحفظ كمخطط جديد ولا يقوم بالكتابة فوق المخطط السابق, يحفظ في تحت اسم الحالي. يمكنك أن تقوم بحفظه كي لا تفقده عن طريق احفظ مخطط الألوان وتعطيه أحد الأسماء فينضاف هنا كمخطط مشخص خاص بك. بالنسبة للأيقونات وهو ما سنتطرق له الآن, يمكن أيضا بنفس الطريقة أحصل على سمات جديدة خاصة بالأيقونات, وهنا اختيار أحد الأيقونات على حسب التاريخ التقييم وعدد التحميلات أو البحث. فهذه أشياء أيضا مطابقة لما رأينا في الأسلوب الألوان وسمات سطح المكتب. من الأيقونات الجميلة أيقونات كافينزا وهايكون. بالنسبة لكافينزا فهي لا تثبت من هنا, يمكن أن تبحث عنها في الأنترنت, هايكون تثبت لكنها لا تحتوي على جميع الملفات الخاصة بواجهة كيتي, بعض الملفات تأخذ سمات افتراضية. ما سنقوم به الآن هو أننا سنرى كيفية التعامل مع سمات أيقونات نقوم بتحميلها يدويا من الأنترنت. يمكن أن تحمل سمات أيقونات من موقع KDE look.org أو من موقع DeviantArt أيضا, وجزء خاص بالأيقونات. بالنسبة لنظم لينكس وضعت درس خاص بالجماليات بالنسبة لتحميل وتثبيت الأيقونات, وضعت رابط خاص به. طريقة التعامل مع الملفات المحملة, بعدما تقوم بتحميل السمة ولنقل أنها سمة روزا, تقوم بنسخها Ctrl C, تقوم بفتح مجلد أو مدير الملفات دولفين بصلاحية الروت عن طريق الضغط على Alt F2, تظهر لك هذه النافذة الصغيرة أعلى وتدخل الأمر KDE SU دولفين كما تلاحظون هنا في الأعلى. Enter, تطالب بكلمة السر ربما في حال لم تكن قد أدخلتها قبل قليل. بالنسبة لي قد قمت بإدخالها قبل قليل. الآن ننتقل إلى مجلد root user share icons وتقوم بلصق ذاك المجلد في هذا الملف. فتقوم بعد ذلك بغلق وإعادة فتح إعدادات النظام, فستجد أن السمة أضيفت لهذه القائمة. تضغط على تطبيق فيقوم النظام بتبني السمة التي اخترتها. كما تلاحظون الآن تم تبني هذه السمات الخاصة بروزا. كما تلاحظون إعدادات النظام كاملة أصبحت بسمات أجمل, أيضا الأيقونات الخاصة بالقائمة وغيرها أصبحت أيضا أجمل. بالنسبة لمظهر التطبيقات دائما فلو دخلنا إلى هنا أوبس مظهر التطبيقات, بقي لنا الخطوط وجي تي كي فهي تطرقت لها في الدروس السابقة. بالنسبة للخطوط تطرقت لها بتفصيل في درس تعريب كي دي اي وإضافة الخطوط العربية. بالنسبة لجي تي كي فأضفت درس كتابي, سأضع أيضا الرابط له في وصف الفيديو كي تتمكنوا من معرفة لما هذا الخيار هنا, وخاص بالتطبيقات التي تعتمد على جي تي كي وتستعمل في KDE مثلا كفايرفوكس فهو لا يأخذ افتراضيا المظهر الخاص ب Qt أو KDE, يجب أن تعطيه مظهر أو سمة يدوية من GTK الأنماط الخاصة ب GTK. نفس الشيء بالنسبة للخطوط. كما قلت هناك درس كتابي مفصل لما في هذا الخيار. الآن بقي لنا أن نغير الخلفية أو قبل الخلفية, ربما رأيتم رأى البعض أو الكل أني أستعمل هنا أيقونات خاصة ب في مجلد أو في مدير الملفات أستعمل أيقونات خاصة. فطريقة تغيير هذه الأيقونات يكون يدويا, يمكنك أن تقوم بالضغط يمين على أحد على المجلد الذي تريد أن تغير الأيقونة الخاصة به وتدخل إلى الخصائص. هنا لديك إمكانيتين مثلا في هذا المجلد, هو مجلد عام
أريد مثلا جميع المجلدات أن يكون لها أيقونة خاصة، فتختار الدخول إلى File Type Options وتغير الأيقونة. هذه الأيقونة تقوم بتغييرها، مثلا هنا سنعتمد هذه الأيقونات، الأيقونات الخاصة ب، أيضا بعض الأيقونات الخاصة بجوجل. هنا تجميع من الأيقونات تسمى Perplex، سأضع أيضا الرابط لها، تقوم بتحميل الملف وفقط الضغط عنه بنفس الطريقة. إذا كما قلت تدخل إلى تضغط على هذا الأيقونة، تضغط على أيقونات أخرى استعراض، وتنتقل إلى المجلد الذي قمت بتحميل تلك الملفات إليه. داونلود بالنسبة لي دائما هذا هو المجلد. أنتقل إلى PNGs، أنتقل إلى نوع الأيقونات الذي أريد، وأختار هنا مثلا هذه الأيقونة، تضغط على مطبق أو موافق، ف من بعد موافق فيتم تبني هذه الأيقونة لجميع المجلدات، جميع المجلدات من هذا النوع، أي مجلدات العادية. في حال أردت ملف أو مجلد واحد أن يتبنى أيقونة معينة، مثلا هذا المجلد هو مجلد لكن ولنقل مجلد خاص، أريد أن أعطيه صورة أو أيقونة خاصة به، خاصة بالصورة، فأضغط على الخصائص، وهنا لا أدخل إلى File Type Options ولكن أختار هذه الأيقونة الخاصة بمجلد فقط، تكون مختلفة على حسب سمة الأيقونات التي ستستعمل، وتتبع نفس الطريقة وتختار الأيقونة، أو عفوا الأيقونة التي تريد، مثلا أيقونة الصور التي تريد أن يتبناها هذا المجلد. نفس الشيء تطبقه بالنسبة للملفات الصوتية، ملفات الفيديو، الوثائق، فتتبع نفس الطريقة، فقط تقوم بإما الدخول لنوع الملفات ليتبنى أو لتتبنى جميع الملفات من نفس النوع، نفس الأيقونة، أو تدخل فقط لأيقونة الملف أو المجلد الذي تريد أن تغير له الأيقونة. إذن في النهاية تحصل على شكل كما أستعمل الآن. حتى بالنسبة لهذه الأجزاء فيمكنك الضغط يمين Edit، هنا تضغط على الأيقونة وتختار الأيقونة. بالنسبة للتغيير فهو يأخذ، يكون مفعل أيضا حتى في أماكن أخرى كما تلاحظون الآن في القائمة، فهي تأخذ أيضا نفس الأيقونات التي اخترت في مجلد أو في برنامج دولفين. الآن سنختم بتغيير الخلفية، أيضا كنت تطرقت لها أما أعتقد في الدروس الأولى، اختار هذه الخلفية مثلا وأفتح أداة كانكي، قمت أيضا بإعطاء شرح مفصل لها Alt F2 وإدخال أمر كانكي، فتفتح كانكي. يمكن أن أفتح كانكي مرة أخرى بسيمة أخرى عن طريق إدخال كانكي متبوعة بماينس سي ومسار المجلد الخاص بالأيقونة، أو مسار السيمة الخاصة بأداة كونكي التي أريد أن أستخدم. هذه الأشياء كنت شرحتها في درس جماليات لينكس، الدرس الخاص بأداة كونكي، فستجدون في أحد الفقرات كيفية إضافة أكثر من أداة في هذه الفقرة، بالضبط أكثر من أداة خاصة بكونكي بأكثر من سمة. إذن هذه أداة وهذه أداة لهما سمتين ومحتوى مختلف. وفي النهاية نكون وصلنا إلى الشكل الذي أردنا أن نصل له في بداية هذا التطبيق. أعيد إلى أن الأشياء التي مررت عليها بسرعة كنت شرحتها في السابق، لذلك ستضطرون لإعادة أو للرجوع للدروس السابقة لفهمها بالتفصيل. ما ركزت عليه في هذا الدرس هو كيفية التغيير اليدوي لكل من سمة سطح المكتب أو وسمة الأيقونات، وأيضا التغيير اليدوي للأيقونات الخاصة بالمجلدات. أشير إلى أن تلك الأيقونات لا تتغير بعد أن تقوم بتغيير سمة الأيقونات، يجب أن تقوم أيضا بتغييرها يدويا. بهذا أكون على ما أعتقد انتهيت من هذا الدرس، نلتقي في درس قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.